يتحفرون على ثقافة موسيقية عالية. نتذكر من بين هؤلاء كامل الخلاعي. كامل الخلاعي هذا كان يحضر إلى المغرب لإعطاء دروس في علم الموسيقى، في علم الغناء لأعضاء الجوخ الملكي. وأحمد البداوي بطبيعة الحال بما أنه واحد من أفراد الجوخ كان من بين المستفيدين، فكان يضيف إلى تجاربه السابقة التي راكمها من خلال كثرة استماعه للأغاني الشرقية معلومات كثيرة وافرة في مجال الموسيقى والغناء، زيادة على أنه كان يتبادل المعارف والمعلومات مع أعضاء الجوخ أنفسهم. كالجو العام الموسيقي اللي كان سائد في بداية تألق أحمد البيضاوي، كتهيمن عليه أنماط تقليدية مغربية كالطرب الأندلسي والعيطة وغيرها من الأغاني التراثية، غير أن الراحل أحمد البيضاوي بصم على حضوره من خلال رسمه الخط خاص في التلحين والغناء. بمعنى أن أحمد البيضاوي جاء في مرحلة مهمة جدا، وهي خروج الموسيقى المغربية من تجربتها المتوارثة في الفنون التراثية ككل، ملحون، موسيقى أندلسية، طرب غرناطي، العيطة بكل ألوانها وتوزيعها على الخارطة في المغرب، جاء ليساهم في إدخال عنصر موسيقي جديد لتسمى فيما بعد بالموسيقى العصرية. وأكيد حتى أن تسمية الموسيقى العصرية تفيد أن هناك موسيقى أخرى بين قوسين نقول تجاوزها العصر، وهي الموسيقى التقليدية، واللي درجت من بينها الخمسة أو ستة ديال الألوان. فإذا المحطة اللي جا فيها السي أحمد البيضاوي حساسة جدا في تاريخ الفن الموسيقي في المغرب. أول إنتاج لأحمد البيضاوي في ميدان التلحين كيعود لسنة 1940 من خلال فيلم غنائي مصور كيحمل عنوان الصب العليل، واللي غنى فيه ثلاثة ديال القصائد من ضمنها قصيدة كتحمل عنوان قلب بوادي الحما لأمير شعراء أحمد شوقي. فلما جاء بعض الإخوان الأشقاء المصريين بفكرة إنتاج فيلم مصري، اتصلوا بالمحوب أحمد البيضاوي لتلحين ثلاث أغاني. فما ورد عبر التاريخ أنه لحن أغنيتين، الأولى الصب العليل والثانية لأحمد شوقي بوادي الحما، ولكنه لم يصور الفيلم، ولكن الأغاني سجلت وانتقل بها إلى إذاعة لندن بإنجلترا. بعدها بسنة قام أحمد البيضاوي بتلحين قصيدة يا حبيبي أفق للشاعر السوري أنور العطار في فيلم دموع اليتيم. بعدها تواصلت إبداعاته باشتغاله مع الراحل عباس الخياطي بالاشتراك في تلحين أغنية يا حياتي الروح. في سنة 1946 العمل اللي تعرض على رئيس الجوق الملكي أنذاك. جاء الفيلم الثاني اللي هو دموع اليتيم، البطولة ديال البشير العلج رحمه الله. شنو غنى فيه السحمن؟ غنى فيه اللحن ديالو المبتكر اللي داع الصيت ديالو في العالم العربي، وهو قصيدة يا حبيبي أفق للشاعر السوري أنور العطار. كان الأستاذ أحمد البيضاوي وهو داخل الجوق الملكي مع أفراد الجوق الآخرين يقدمون أغاني متنوعة في الحفلات التي تقام في مناسبات معينة، مثل عيد العرش، مثل عيد المولد النبوي وغير ذلك. كان يقدمون أغاني شرقية، أغاني من الملحون، أغاني من الطرب الأندلسي وغير ذلك. في منتصف الأربعينات تقريبا كانت هناك فكرة تراود الكثير من الفنانين المغاربة على رأسهم أحمد البيضاوي وعباس الخياطي، وهي أن يقدموا ألحانا مغربية صرفة. فكان أن جاءت هذه الفكرة التي
لقيت ترحيبا كبيرا من طرف محمد الملك محمد الخامس، ولقيت ترحيبا أيضا من طرف الشعب المغربي لأن أعلنت عن انطلاق الألحان المغربية الأولى. فكان أن تعاون الأستاذ أحمد البيضاوي مع الأستاذ عباس الخياطي في عملين هما يا حبيب الروح ويا حياة الروح، ومن هنا جاءت انطلاقة. هذه العملية حفزت وشجعت الكثير من الفنانين المغاربة على ركوب هذه المغامرة وعلى الدخول في هذه التجربة، فأخذ الكثيرون يلحنون ألحانا مغربية. سنة 1947 ترأس أحمد البيضاوي الجوق الملكي بأمر من المغفور له محمد الخامس بعد وفاة مرسي بركات، وأصبح أول ملحن مغربي كيترأس الجوق الملكي. وهنا استمرت انطلاقته بالتأسيس لعدد من الروائع مثل مالي المدام. وإسناد رئاسة الجوق الملكي للراحل أحمد البيضاوي سطع نجمه وبدأ يسير الجوق ويلحن ويلحن إلى أن أصبح مؤلف جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الناصر، وفي نفس الوقت رئيس الجوق الملكي. كي تعتبر أحمد البيضاوي ملك القصيدة بالمغرب، بحيث تعامل مع الشعر العربي الفصيح من خلال الشاعر الأندلسي بن زيدون ووجيه فهمي صلاح وأمير الشعراء أحمد شوقي وغيرهم، وكان دائما كيفضل الشعر وكيعود هذا لتعلقه بالثقافة الشرقية. أحمد البيضاوي هو أصلا قيمة فنية باعتباره أولا نشأ متمكنا من أدوات الموسيقى العربية عموما الطربية على وجه الخصوص، بحكم أن أذنه كانت مشبعة بتراث الموسيقى الأندلسي، إضافة إلى أثر الموسيقى الشرقية والشامية التي جعلته ينحاز كليا إلى القصيد الفصيح وإلى اللحن الذي لن أقول لم يستطع أن يتحرر مما هو مشرقي، ولكن اللحن المبني على الغزارة في الجمل الموسيقية. فطبعا انتشار الأغنية الشرقية كان عندها تأثير على الموسيقى المغربية كما ذكرت، وكان أحمد البيضاوي يشتغل على القصيدة ويشتغل على الموشح ويشتغل على يعني الطقطقة ويشتغل على مجموعة من الأنماط ليبرز مدى قوة الموسيقى المغربية في ذلك الوقت. في أكتوبر 1952 طلب من أحمد البيضاوي باش يقدم دعمه الفني للجوق العصري اللي أسسته إذاعة المغرب، بحيث كان كيمرن أعضاءه وكيمدهم بعض الألحان، لكن بسبب الوضعية السياسية اللي كانت كتعيشها البلاد تلك الفترة وتوقف الجوق كرد فعلي طبيعي ينم على الحس الوطني الصادق. طيب يعني أنا إحنا كتعرف بأن المغرب كان محتل، وكانت الحماية باسطة نفوذها على البلاد المغربية، فالإدارة الفرنسية اللي كانت تستولي على مرافق الإذاعة طلبت من أحمد البيضاوي وهو آنذاك رئيسا للجوق الملكي أن ينشئ لها جوقا عصريا تابع لدار الإذاعة، فكان لها مكان يعني بعقدة عملت مع كونترا، وسمي الجوق بجوق راديو المغرب. فحين جات سنة 53 يعني التأسيس ديال الجوق بعد يعني خروجه من القصر الملكي سيدنا الله يرحمه كان شان المنفى كما تنعرفوا، إذن ترسأت يعني القوة الفرنسية اللي كانت كتحكم ذاك الساعات أن يتأسس فرقة موسيقية داخل الإذاعة المركزية يعني كانت تسمى براديو مروك. إذن أنا ترأس هو الفرقة الموسيقية وجمع عناصر موسيقية من يعني نسميها نخبة. في سنة 1959
غادي يترأس حمد البيضاوي الجوق الوطني في عهد المهدي المنجرة اللي كان كيشغل منصب المدير العام للإذاعة الوطنية، وطلب من البيضاوي تأسيس الجوق الوطني في أجل قياسي 3 أشهر ومكون من 40 عازفا كلهم مغاربة، ليصبح أول جوق كيمثل المغرب في عدد من المحافل المحلية والدولية. ويصل بنا الركب إلى 1959. 1959 كان تحولا آخر بالنسبة للأستاذ أحمد البيضاوي، بمعنى أنه لما ترأس المرحوم المهدي المنجرة الإذاعة الوطنية كمدير، ارتأى أن يحول هذه الفرقة إلى جوق عصري وأدمج فيه مجموعة كبيرة من العناصر اللي كانت مكونة لمجموعة من الأجواق اللي كانت في مدينة الرباط، في مدينة الدار البيضاء كما ذكرت، في مدينة فاس وغيرها، وأسندت رئاسة الجوق العصري للإذاعة الوطنية في 59 إلى يعني الأستاذ أحمد البيضاوي. حب الفن وحب تطوير الموسيقى المغربية جعل حمد البيضاوي يعمل على تعليم أعضاء الجوق الوطني وتدريبهم للوصول إلى أحسن مستوى. في هذه المرحلة وصل عطاء حمد البيضاوي المرتبة جيدة من خلال العديد من الأغاني مثل حبيبي تعالى وقصيدة الانتظار وغيرهم. فاس حمد هنا يعني كان يعني يقول كان كيكون جيل جديد في الساحة الفنية، وهذا الفضل كيرجع له يعني من ناحية المدرسة ديال الأنغام وديال الأوزان، لأنه كان رجل يعني خزانة موسيقية متنقلة، كان رجل دين ودنيا، كان رجل يعني علامة يعني ما يعني بكل ما كتحمل الكلمة من معنى. وممكن أنا غنجي معك لأنه هو يعني الرجل اللي كان كيناقش الحسن الثاني، كيناقشوا في الأنغام وكيجلسوا هو وياه، وكنكونوا حنا جالسين يعني تقريبا بالساعه والساعه ونص، يعني كنستافدوا بداك الحوار اللي كيكون ما بين سيدنا الله يرحمه وما بين السي حمد البيضاوي، لان رجل خزانه يعني من حتى من الانغام الفارسيه، المقامات العراقيه، يعني رجل اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كان مكمول. لاش كان الاستاذ احمد البيضاوي كان مدرسة بالنسبة لأعضاء الجوق الوطني، حاولوا أن ينهلوا منها وأن يتعلموا منها الشيء الكثير. أولا أعطاهم المثال والقدوة في الجدية وفي الالتزام وفي العمل وفي الصبر وفي التضحية من أجل الفن. أعطاهم المثال والقدوة أيضا في الاطلاع والقراءة والمطالعة والاستفادة، وأعطاهم المثال والقدوة أيضا في الذوق الفني الرفيع، حيث لم يكن يقبل إلا الكلام الجميل، ولم يكن يجيز إلا الكلام الجميل، ولم يكن يقبل إلا الصوت الجميل القادر على التعبير والقادر على العطاء. كل هذه خصائص ومميزات عرف بها الأستاذ أحمد البيضاوي وحاول أن ينقلها إلى أعضاء الجوق الوطني، بدليل أنه أصبح له فيما بعد تلاميذ ومتعلمون يستفيدون من تجاربه. استطاع حمد البيضاوي باش يأسس الاسمه بأحرف من ذهب في سماء الأغنية العربية باختياره المتفرد في التعامل مع شعراء من مختلف الأزمنة، الشيء اللي استفد منه المغرب في تأسيس للأغنية العصرية المغربية من خلال رائدها حمد البيضاوي. حمد البيضاوي كي تعتبر عازف العود من الدرجة الأولى بفضل قدرته على الانتقال من المقامات الغير محدودة، وداء صيته في المغرب وحتى في المشرق، وفي سهرة بدار الأوبرا استدعاته كوكب الشرق أم كلثوم لحضور إحدى سهراتها الأخيرة بعد ما كانت معجبة بحمد البيضاوي ودائما التواصل معه. وفي تلك السهرة قام القصبجي بمنح عوده لحمد البيضاوي كهدية إعجاب وتقدير. نبدأ أولا بفريد الأطرش. فريد الأطرش ظهر المغرب في الخمسينيات وعمل سهرات وحفلات في بعض المدن المغربية،
وكتعرف الفنان لما كيجي كتكون ضيافه كيكون تكريم داكشي. فعملوا له واحد حفله غداء في مدينه فاس وكان السي احمد البيضاوي حاضر. ف يعني واحد عازف الايقاع او الرق اسمه ابراهيم عفيفي رحمه الله كان مشهور في مصر وكان كيعمل الحفلات مع فريد الاطرش وكان كيعمل الحفلات مع ام كلثوم. هو اللي جمع فريد الاطرش فحل بغى لما قدموا له واحد قال له هذا استاذ احمد البيضاوي رائد كذا وكذا 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 ويقول له ما تسمى على حاجه يا استاذ احمد يعني زعما كره فريد الاطرش زعيم العود جالس بغى يخلقه. قال له ايه شد السي احمد العود بدات يعزف كيعزف 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 وقف فريد الاطرش وشد له يده هكذا امام الحاضرين رحمه الله عليهم للاسف. قال له استاذ احمد يا عزيزي احمد كذبتي الظن ديالي ما كنتش كنعتقد انه في شمال افريقيا عازف عود مثلي انا فريد الاطرش حتى لقيتك وبسو هنا. السي احمد البيضاوي الان عند يعني كيتوجد عند ولادو عود ديال محمد القصابجي العواد ديال السيد ام كلثوم رحمه الله عليها. كان مشى مع سيدنا الله يرحمه الحسن الثاني مشى معاه لمصر وجالس منهم زكريا احمد القصابجي الصنباطي يعني جلسهم وكانوا في شي جلسه خاصه. فهو من بعد يعني تحكى واني واقع ما في لا هادي ولا هادي انهم كانوا جالسين وكلهم عزفوا كلهم هادي الوقت اللي خدا السي احمد العود وحرك الريشه ديالو كلهم قالوا عوذ بهذا اللفظ هذا مجرد ما عملها يعني عرفوه داروا له كاملين يعني بدع يعني مع بعضهم بدا هذا الاشياء من جمله الاشياء هز هذا محمد القصبجي العود ديالو وهدانو على انه هو اعتراف انه هو فعلا فنان كفء ومقتدر. ما يميز احمد البيضاوي هو اشتغاله مع عدد من رموز الاغنيه العربيه بحيث شاغل مع المطربتان الراحلتان هدى سلطان وعلا التونسيه ثم الفنان المصري ماهر العطار ومجموعه من الفنانين الكبار. ولي الله يرحمه كانت غنت له موكب الذكرى وغنت له اي بشر طوى الوجود وراح وماهر العطار غنى له من ربى النيل وهدى السلطان غنت له الفرحه الكبرى وعبد الحليم حافظ غنى له من المصري الى المغرب وفايزه احمد غنت له ثلاثه الاغاني عرش وشعب هتف القلب وشي حاجه اخرى ما تذكرتهاش وسعاد محمد غنت له اغنيه وطنيه كذلك وكان من المفروض مغنيين اخرين غادي يغنيو من الالحان ديالو. كان البعض كياخذ احمد البيضاوي وكيوجه ليه بعض اللوم بعدم اشتغاله على تلحين قصائد بالدارجه واقتصاره على تلحين قصائد اللغه العربيه والقبوه بموسيقار النخبه. طبعا وكان اختيار ذكي يعني انه مال القصيده راه ماشي سهله راه القصيده راه عندها طقوسها وعندها واحد العالم واحد الفضاء ديالها باش ممكن الملحن انه يتخصص في تلحين القصائد راه اصعب من الججل راه ماشي وسحمت البيضاوي راه لحل الججل ماشي ما لحنش على لان ما نفسه كانت كتميل للقصيد وحتى القصائد راه برع فيها يعني كان كيختار اصعب القصائد راه باش تلحن ابن زيدون القصائد ديالو راه ماشي حاجه سهله. وبالاضافه الى كون ان في ديك الفتره كانت الثقافه مزدهره كتعرف بان السبعينات الستينات حتى الثمانينات راه كانت القصيده راه هي المهيمنه هي المسيطره. فالسي احمد كان دائما يفضل القصيد وصراحه اقولها راينا الخاص انه ما توفق شيء في الدارجه
ربما اختيار يعني ديالو. المهم ان السي احمد عمل مدرسه ديالو وكان يرتاح في القصيد بحكم ان القصيد يضيف للمستمع اشياء كان واحد الوقت. دابا ولاو الناس كي يبغيو الرقص ويبغيو الاغنيه الخفيفه، ماشي عيب يعني، انا غير تنقول. ولكن واحد الوقت كان القصيد، كان الملحن الى ما لحنش القصيد يعتبر ناقص. في بداية الستينات ترأس أحمد البيضاوي قسم الموسيقى وأصبح مسؤول على لجنة الألحان والكلمات بالإذاعة والتلفزة المغربية ورئاسة جميع الأجواق التابعة للإذاعة والتلفزة المغربية. فلما أسست رئاسة قسم الموسيقى ثم رئاسة لجنة الألحان ولجنة النصوص الشعرية، كان هو ومن معه في هذه اللجنة ينتقي أحسن ما يلحن ويسجل وما يكتب من شعر حتى يفرق بين الغت والسبيل وبين الرفيع والهزيل. لذلك هذه قيمة مضافة أضيفت إلى الأغنية المغربية آنذاك. يعني كان دائما كيبحث في النصوص اللي كتوصل بها لجنة الكلمات، كيبحث على الكلمات الجيدة. انا حتى القصيدة ديالي خدها من لجنة الكلمات، يعني فيما كتكون شي قصيدة مزيانة راه كياخذها من لجنة الكلمات وكيلحنها، يعني بغض النظر على صاحبها، يعني معروف او ما معروفش، وهذه من حسناته. وما نساوش بواحد القضية استاذ، بان استاذ احمد البيضاوي كان صارما في تعامله في لجنة الموسيقى. يعني راه لما كنتيش فنان، لما كنتيش ملحن موهوب ومتمكن ومغني موهوب ومتمكن وشاعر موهوب وججال موهوب ومتمكن، راه لا يسمح لك يعني ما يعطيكش الفرصة. تشجيع للملحنين وحبه في التعمق في معرفة الموسيقى دفعوا الإشراف على برنامج موسيقي بالإذاعة تحت عنوان ما رأيك في هذا اللحن، واللي تحول اسمه إلى عالم النغم. هنا خرج البرنامج من المحلي إلى العالمي. في فترة بعد دخولي لقسم الموسيقى والتعاقب براحل الموسيقى أحمد البيضاوي ما بين 67 و68، فوجدت فكرة قائمة الذات لبرنامج ما رأيك في هذا اللحن. وهذه الفكرة كان صاحبها الأستاذ الراحل أحمد البيضاوي رحمه الله، بحيث كانت تعرض أو تسمع تعرض الأغاني إذاعيا على المستمع الكرام والجمهور المغربي، فليعطوا آراءهم في رسائل، ثم يأتي أحمد البيضاوي ليجيب عن تلك الرسائل في البرنامج. فكانت هناك إشراك الجمهور في إعطاء الرأي في اللحن والأغنية والكلمات في الأغنية المغربية، وهذا شيء جميل جدا. لما بعد فترة وجيه شهرين ثلاثة وأنا إلى جانب راحلنا كنائب الله، قال لي لماذا لا يحول هذا الاسم إلى اسم آخر. قلت له أظن أنه يجب أن يكون جامعا للموسيقى المغربية والمغاربية والعربية والعالمية. اللحن الجيد والعمل المتقن شروط أساسية، بحيث ما كانش كيقبل أحمد البيضاوي إلا الأعمال الجيدة، الشيء اللي خلى مجموعة من الفنانين يتضمروا. وكان الراحل كيتميز بالصرامة والقوة اللي كانت كتكمن في الانضباط والنظام والارتقاء بالفن. السي أحمد البيضاوي كان أعتبره كان فلتر، كان عبارة عن
إنسان دائما يطالب الفنان والشباب باختيار الكلمة وباختيار الصوت وباختيار الأسلوب اللحني، فكان دائما يحبد لو كل فنان أعطى شي حاجة راقية. والسبب وهو أنه كان دائما كيتشكى يقول لنا كلنا تقولنا أشنو هاد الشيء، هاد البداءة وهاد الشيء اللي ولا، لدرجة واحد المرة قال أنه قالوا السي أحمد البيضاوي داير حواجز، هنا سيدي فتحنا الباب وخلينا أنت سمع سمع شنو كيف السوق دابا. قالها فالسي أحمد البيضاوي رغم أنه قالوا عليه عامل حواجز، ولكن كان دائما يتمنى ويرتاح ويصفق للعمل الجيد. جمع الموسيقار أحمد البيضاوي بين التلحين والغناء في تجربة متفردة في المغرب، كيفما أدى عدة أغاني عزفا على العود فقط. أم هبت الريح. جمع الأستاذ أحمد البيضاوي بين صوت عريض له مساحة قادرة على الوصول إلى بعض المقامات، وجمع أيضا بين موهبته الفدة في التلحين زيادة على مهارته وبراعته في العزف على آلة العود، فلقد كان مغنيا وملحنا وعازفا على العود. أولا بالتقنية أنه كان كيعزف بسبعة وبأربعة، هذا الشيء عاد دركوه اليوم أن احتاجت المعاهد الموسيقية، ما هو كان سبعة وبأربعة كيعزف بهم بأربعة. ثانيا عنده بهذا أنه كيعمل به حركات، يعني الرجل كان يعني العود ساكنه في ذاته، يعني حين كيكون كيعزف ما كيبقاش ما كتبقاش تسمع أن آلة العود، كتسمع شي حاجة من 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 الفكر والإحساس السي أحمد هي اللي خرجة، وحين كتشوف فيه كتق يعني ما يعني الرجل كتقدر تقول أن الريشة ما كتحركش ولا صبعانه ما كيتحركوش، ولكن واحد السرعة واحد الحلاوة واحد البراعة، ويعني إنسان رحمة الله عليه كان إنسان، كان إنسان وكان فنان. كان أحمد البيضاوي فنان مخلص لوطنه، استعمل الفن الراقي في خدمة الوطن بحيث بصم على ملامح وطنية واحتفل بالأعياد الوطنية وقدم أغاني كلها كتصب في تمجيد الوطن. بالرجوع إلى الرصيد الغنائي الذي خلفه الأستاذ أحمد البيضاوي، سنكتشف على أن الأغنية الوطنية شغلت مساحة كبيرة من إنتاجه، بداية من يا صاحب الصولة والصولجان وأغنيتها موطني، نشيد الجيش، نشيد الوطن، سائل القصيدة للأستاذ وجيب مصر، قصيدة وطنية، زيادة على قصائد وطنية جميلة جدا للطيف رأفت، لمحمود إدريسي، لعبد المنعم الجامعي، لمحمد علي وغير ذلك. هذه الوطنيات استمرت حتى وهو قائد للجوق الوطني، استمرت أيضا حتى وهو قائد لقسم الموسيقى. كل من عاشر أحمد البيضاوي كيجمعوا على أنه كان كيتمتع بأخلاق عالية وروح الدعابة والنكتة، هكذا عاش أحمد البيضاوي لاتسمات حياته بالبساطة. خصوصا أن السي أحمد البيضاوي كان يمتاز بخفة روح، كان يمتاز بالنكتة، كان يمتاز بالحكمة، وكان يمتاز ب يعني الصرامة وبالليونة، عندما تلزم كانت هناك الصرامة وعندما تلزم كانت هناك الليونة. فأعتقد أن هذا المبدع أدى أمانته وأخلص لفنه ولعمله، وترك لنا يعني
موسوعة كبيرة من الإبداعات وخزانة متوفرة على عطاءات متميزة. في سنة 1983 فكر أحمد البيضاوي في خوض تجربة جديدة، تلحين قصيدة عاطفية كتعود للشاعر المغربي جمال الدين بن شقرون، حملت عنوان لقيت ما بغيت، أدتها المطربة عتيقة عمار. بقي الراحل أحمد البيضاوي على صيغته وشكله في تلاحينه على شكل قصيد مغربي عربي. وفي سنة 1983 باتفاق مع المطربة عتيقة عمار اقترحت عليه على موسيقانا الراحل أستاذ أحمد البيضاوي ورئيسي في قسم الموسيقى، قلت له لماذا لم لا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا تلحن أغنية بالدارجة، الجمهور يتمنى أن تلحن أغنية بالدارجة. قال لي طيب أكتب، كتبت أغنية القسمة بقيت، تصرف هو في الكلمات في القطع، فقلت له لك الحرية وهل أقدر عليك، فتصرف. ولكن لحن الأغنية القسمة بقيت بستة على ثمانية تسويت، ثم في نصف القصيدة خطاب انقلب إلى إيقاع بلدي، فكانت مخدرة ما بين مغربي عربي، وهذا شيء من الذكاء. أول أغنية في هذا النوع. سنة 1989 كانت سنة رحيل الموسيقار أحمد البيضاوي، الخبر اللي شكل صدمة وخسارة كبيرة للموسيقى المغربية وللأسرة الفنية. سنة 89 في شهر غشت بمارتيني بتطوان، فسمعت عبر الإذاعة وفاة أحمد البيضاوي، فكانت بالنسبة لي كصاعقة، وأدمعت لفراقه لأني عايشته أكثر من 30 سنة، وعرفت عنه كل شيء دواخله وخارجه، وجلست هنا في بيتي وفي بيتي وفي بيت ابنه وبيت أصدقائي وأصدقائي لبعد، فحزنت كل الحزن على فراقه ولم أتمكن من الحضور. ولكن لما رجعت إلى الرباط في الذكرى الأربعينية
كنت حاميا معي وانا ذاهب الى بيته من حي دير بالرباط حيث دفن في مقبره شاله. حملت قصيده رتائيه لم قرير العين. فهنايا كنرجع ان السي احمد البيضاوي هو مدرسه، هو قيمه فنيه كبيره لا للمغرب ولا للعالم العربي، لان الا كان المشارقة عندهم قصبجي ورياض السنباطي هذوك عواده، فالعود الثالث في العالم العربي هو السي احمد البيضاوي. ونقدر نقول ماشي حتى انا مغربي، نقدر نقول ان احسنهم كاملين. ترك احمد البيضاوي وراء رصيد مهم من الاعمال الغنائيه اللي عكست براعته في الاداء واللحن معا، وابان الذوق الفني الراقي ليبقى صوت الاغنيه المغربيه الرائد، وعازف العود والملحن والصوت الرخيم اللي غنى الخزانه الوطنيه والعربيه بروائعه. لمن صدع خانه ورمى عنه هوانه، كل من صدع خانه